أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين تدبر القرآن وتفكره وبين عدم يقول كيف نجمع بين تدبر القرآن وتفكره وبين تفكره نعم وبين عدم تفسير القرآن بالرأي؟ تدبره على ما جاء في السنة وفي القرآن بعض ببعض. السنة هي أقوال الصحابة أقوال التابعين باللغة العربية، تدبره بهذه الأصول، تدبره بهذه الأصول والمصادر. نعم.